المكرونه بالبشاميل والايه والخضار والمشروب. طيب انا عندي هنا مكرونه مسلوقه، لبن حوالي 3 كوبايات من اللبن، معلقتين من الدقيق، معلقتين من سمنه روابي، عندي جزر، كوسه، مشروب، بصل وملح وفلفل. نعمل ايه؟ انا عندي المكرونه مسلوقه طبعا بتسلقيها انت بمنتهى السهوله، ما فيهاش اي حاجه خالص. بس كده اجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه من سمنه روابي مش كبيره، كده ممكن ناخد الاعلى كده عشان ايه تنجز معانا الوقت. ام مراد اهلا وسهلا، حضرتك صباح الخير. يا صباح الفل عليكي، كل سنه وحضرتك طيبه وانت طيبه، حب في عيد الحب. يا ربنا يخليك يا رب، كده جدا ربنا مع حضرتك، انت بتتعبي ربنا كتير عشاننا، ربنا يكرمك يا رب. حافظين الحاجه، بطلت اكتب انا دلوقتي لاني ما شاء الله حافظها صدقيني من طب. حضرتك الحمد لله، الحمد جميلة لله، جميله جميله، ربنا يباركك ويخليكي ويفرحك. شكرا جدا ليكي ولذوقك. احنا نصطف بعيد الحب وحضرتك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه في عيد الحب. الله يخليك، شكرا. ما فيش اي سؤال؟ احنا محبه، ده حضرتك مش مخليانا بجد يعني. ربنا يخليكي يا رب. صدقيني انت رائعه، جميله جميله. ربنا يخليكي، ميرسي ازيك جدا. ربنا يخليكي، شكرا ليكي جدا. بص بقى حطيت الايه؟ المشروم مقطعينه شرايح رفيعه كده، وابدا ان انا ادبله في معلقه السمنه دي كده. ندبله حلو كده، ماشي. ناخد الناحية التانية دي عشان نستغل وقتنا ونخلي ده يدبل حلو. الوصفة دي وصفة سورية، يعني واحد قايلها لي خطيبته عاملاها، فقال لي لا خلاص هي شكلها جميل جدا كده الوصفة دي، فأنا لازم إيه هجربها. انا خطبتها بقى عشان الوصفه دي. طواف الطبق هقول لك هعمل بايه دلوقتي. ده كده احطه في الطبق ده كده، واجي هنا احط معلقه سمنه ثانيه، وخدتي عشان بس المعلقه تبقى نظيفه الايه لعلبه السمنه، ما ادخلش فيها معلقه اكون مقلبه بيها حاجه وادخلها في علبه السمنه ثاني، لا بالسمنه نظيفه، عشان كده انا خدتها حطيتها من هنا وحطيت بدلها في الطاسه دي، او خلي معلقه مخصوصه للسمنه. معانا مروة، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا مروة؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ عامله ايه؟ الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. بصي انا اول مره اتكلمت في برنامج. يا اهلا وسهلا. وما كنتش مصدقه ان انا اخد من حضرتك وصفه واعملها، انا بقيت اعمل معجنات هايله جدا. والله ما شاء الله تسلمي. جربت حاجات كتير، واول حاجه جربتها كان العيش الشمسي وما كانش حد مصدق ان انا هعمله. والله طيب. والله العظيم. طلع معاكي ايه الاخبار بقى؟ لا طلع عسل، حتى حماتي من الصعيد ما كانتش مصدقه ان انا عرفت اعمله. طب ما شاء الله ما شاء الله عليكي. انت احلى حاجه ان كل حاجه متناول الايد. الحمد لله، طب ما لكيش اي سؤال بقى؟ ايوه ليه، بس عايزه اعرف طريقه الكبيبه. اللي انا عملتها دلوقتي؟ لا الكوبيبه اللحمه اللي بتتقلي دي اللي بتحطي فيها نص بيضه مسلوقه من جوه. اه اللي هي الكوبيبه اللي بالبيض. ايوه البيض مسلوق ده. حاضر عيني، شكرا ليك يا مروه، شكرا. بصوا كده اهو، ادي البشاميل اهو، معلقتين سمنه على معلقتين دقيق يصفروا، هنزل عليهم 3 كوبايات من اللبن ساقعين باردين خالص، مش لبن لسه غلياه وتروحي حاطاه عليها، لا لبن كده او نص لبن ونص شوربه، ماشي اهي، واقلب بقى كده كويس وبعدين املح كده البشاميل خلص، ماشي. واجي البصله هنا انا لازم اتعلم اشغل ايدي الاثنين كده عشان اضمن وقتي، ادي كده اضمن بس ان الايه كل الدقيق اللي في ارضيه الحله الايه اتشال عشان ما يشيطش معايا اهو. بصوا كده ده اهو ما عملش كلاكيع ولا اي حاجه علشان اللبن بارد، لو اللبن سخن بيكلكع معايا على طول. بص بقى انزل الجزر على البصلايه دي كده، اقلبها تقلبتين لان الجزر انشف من الكوسه، فادي تقلبتين للجزر الاول بعدين انزل الكوسه، واملح بقى البشاميل بشويه ملح
وفلفل. معانا احمد، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا احمد؟ الحمد لله كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ليك سؤال يا احمد؟ مامتي بس كانت عامله مكرونه سباكيتي امبارح، ففاضل منها يعني كتير، فعايزه بس تعمل اي حاجه جديده. كانت عاملاها ايه امبارح طيب؟ عاملاها حمرا ولا عاملاها ايه؟ لا كانت عامله عليها صلصه. صلصه؟ طيب. بيضة بيضة. طيب ممكن تعملها على طول بالبشاميل، مفيش اي مشكله، مش هتقول لا. يعني ممكن تاخد المكرونه دي وتروح عاملاها بالبشاميل بقى. بينفع الاسباجيتي برضو، يبقى ايه شكل جديد برضو لصينيه المكرونه بالبشاميل. ادي كده الجزر بدا يخش في السوا، انزل له الكوسه، شرايح كوسه رفيعه كده برضو. معانا مياده. يا مياده كده بالبيض، بالبيض بس من غير بشاميل. لا من غير بشاميل ولا حاجه، البيض تخليه يعني تربه جوه المكرونه. فهماكي. جميل. وعلى الوش جبنه موتزاريلا، وتحط طبقه بيض تحت يعني بعد السمنه والبقسماط. طبقه بيض ماشي، اللي هي رباه، بعدين مكرونه عصاج، مكرونه. عايزه تحط بقى على الوش جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، مش عايزه تحط حاجه خالص. وتدخلها الفرن، فطبعا البيض هيخليها تمسك كده. ايوه، وتبقى زي قطع بقى كده. فكره جديده حلوه جدا، اخف من البشاميل وطعمها حلو. بستغل بقى المكرونه القديمه، بديها شكل جديد. شكل جديد. جميل جدا، شكرا جدا ليكي، شكرا. فكره جديده هي كمان حلوه، هي المكرونه المسلوقه. حلو قوي اتحاد المشاهدين ده، انا سميت اتحاد المشاهدين. بص انا عملت ايه، بشاميل في الخلاط وعليه المشروب اللي انا مشوحاه اهو، بس كده. اضربهم بقى مع بعض. ام رتاج اهلا وسهلا. يا ام رتاج اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. اموري. عايزه المكرونه بشاميل. حاضر، بعمل لك مكرونه اهو، النوع ده بالمشروم والخضار، ده برضو هيعجبكم جدا ان شاء الله. ما انا بقول لكم بقى كان الطريقه دي كانت سر بخطوبه واحده. يلا بقى نشوف بقى المره هتعمل ايه. لا ثواني ثواني ثواني، عشان ما عنديش وقت خالص. حاضر حاضر انت بتوقعني. ماشي. بص كده المكرونه ده ربنا كده، وهخلطه بالمشروم اللي انا ضرباه مع البشاميل، يديك طعم جديد جدا جدا. يعني بصراحه احييها على هذه الفكره الجميله. بخلي شويه في الخلاط، حابه تحطي بقسماط ناعم في ارضيه الصينيه حطي. حاضر خلاص اهو 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 اهو. ناخد بس نص كميه المكرونه، انا بس بوصل المعلومه الصغيره الحلوه دي كده، ونحط الخضار. خلاص اهو بس، والطبقه الثانيه وعليها بقيه البشاميل وادخلها الفرن بس كده. خلاص كده. طيب هسيبكم فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفه. ناعم، ما تحاوليش تخلطي انت اللي عندك، حاولي تجيبيه جاهز، يعني السكر البودره يكون جاهز. المكرونه اهي موجوده قدامكم اللي بالمشروم. بص بقى انا عايزاها مثلا ملونه،